فين الزيت؟ فين السكر؟ طب فين الرز؟ الناس قلقانة بعد انتشار أخبار وصور من جوه السلاسل الكبيرة بتحدد كل مواطن من حقه كام إزازة زيت وكام كيس سكر. هل السلع ناقصة في السوق ولا الحقيقة فين؟ أنا آية يونس، تعالوا نعرف الموضوع كله. السادة العملاء، عفواً، ممنوع شراء كمية من السلع نظراً لنقص البضاعة. السادة العملاء، مسموح بزجاجة زيت لكل عميل. دي نوعية الجمل المكتوبة على صور منتشرة المفروض إنها موجودة على أرفف هايبرات وسلاسل كبيرة، علشان كده الناس بتسأل لما كبار السوق مش عارفين يجيبوا بضاعة يبقى التاجر الصغير يعمل إيه وإحنا رايحين فين؟ صحيح الحكومة خدت أكتر من إجراء علشان تظبط السوق، أخرها إلزام كل تاجر بكتابة الأسعار على كل سلعة بيبيعها، وده منعاً للمغالاة والتلاعب في الأسعار. بس هل السلع موجودة أصلاً؟ الناس اختلفت في التعليقات، منهم اللي قال إن البضاعة ناقصة، ومنهم اللي طرح سؤال مهم، هل البضاعة موجودة بس التجار مخزناها في انتظار زيادة جديدة للأسعار؟ ووسط كل ده في رأي ثالث مستغرب إن الناس زعلانين إنهم مش مسموح ليهم بشراء أكتر من إزازة زيت، وبيسألوا ليه المستهلك يشتري من الشيء أكتر من اتنين أو أكتر من واحدة؟ ليه فكرة التخزين؟ ليه ما نشتريش على قدنا وقرب ما يخلص الحاجة نجيب غيرها؟ لما سوبر ماركت فتح الله وغيره قرر إن دي تكون سياسته يبقى ده الصح، لأن تجار الجملة بجشعهم في العادي بيهجموا على المنتجات اللي عنده ويسحبوها بكميات ويبيعوها بأغلى من تمنها عيني عينك كده قدام كل الناس. كمان في ناس بتشتكي من نقص في السلع والتجار اللي بيبيعوا بأعلى من السعر اللي محدداه الحكومة، علشان كده بيطالبوا إن الرقابة الحكومية على السوق تكون أشد من كده. على فكرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سبق واتكلم في النقطة دي وقال إن الحكومة مش هتسمح بأي مخالفة في الأسعار أو حتى الاحتكار، بس مصر فيها منافذ بيع بمئات الألاف وصعب قوي الحكومة توصل ليهم كلهم، علشان كده طلب من المواطنين أي مواطن يشوف مخالفة يتصل فوراً بجهاز حماية المستهلك أو مجلس شكاوي الوزراء. في الوقت نفسه الحكومة بدأت توفر الدولار علشان تطلع البضائع المحجوزة في المواني. حسب رئيس الوزراء الأولوية للمواد الغذائية ومستلزمات وخامات الإنتاج بالذات، يعني المفروض نشوف زيادة بالمعروض في السوق مش النقص أصلاً. هل تفتكروا إن الإفراجات دي لسه هتسمع في السوق الأيام اللي جاية؟ ولا البضائع اللي في المواني مش هتحل الأزمة بما إن الاستيراد كله واقف بقاله مدة؟ طب من وجهة نظركم انتوا شايفين ايه التفسير ان السلاسل الكبيرة تحدد عدد السلع المسموح بيها لكل مواطن؟ طب سؤال أخير، هل تقبلوا ان الأسعار تزيد في مقابل ان السلع تبقى موجودة وقت ما تحتاجوها ولا لأ؟